شوف انا كنت في الجامعه كتبت عنوان القصيده اسمها قلعه العلم يعني مبنى الجامعه جامعه الامام ولكن انا قصدي شيء ثاني اخر شيء قلبتها غزل يعني غزل علمي ولا غزل لا 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 غزل خاص من جامعه الامام الى غزل هي. الشيخ كان 53 طالب وصوته ضعيف فقلبت المذكره وكتبت اقول هي اسمها قلعه العلم اقول في قلعه العلم عي العلم يهديني تشتت الفكر وضح القاف ربانه تهد دلالات فكري وين ترديني لضع دربي لقيت الدرب بحضانه يا غلوة الروح يما الروح خذيني لا تتركيني عليك الله يا فلانه والله احبك عليك الله حبيني في وسط قلبي تربع وسط مسكانه شوقي ذبحني على شوفت تضميني ضمت حنان تهز القلب واركانه قالوا ترى عيب وصفك على قولة الشيخ قالوا ترى عيب وصفك ما دروا فيني من لا عرفها عذرته أعظم إنسانة أظهرت للناس عزة دوم تكسيني وهين نفسي وذل الروح من شانه ما غيرها بالوصايف شخص يغريني سبحان رب خلقها جل سبحانه موتي بنظرة عيون دوم تحييني أموت وحيا فرح من شوفة عيانه لا شفت خلي جيوش السعد تاتيني والعين سكرة وذاني منه طربانه ما تطرب الروح الا في لقى الزيني ونغاب عني عليها النفس شفقانه اقبل الرجل قبل الخد ويديني ريحه جسدها بخور انفاح ريحانه منيه حياتي فلا غيرها يصحيني ونام ليلي على صدره وذرعانه بعض العواشيت عقب الرشد غاويني وانا غرامي الخلي حزت اذانه بعض العواشيت صارت كالمجانيني وانا غرامي يزيد القلب بإيمانه حب العواشيز للخفرات بهشيني درب المحرم وروحه دوم تعبانه وانا غرامي مع خلي يحليني يزيدني نور والقى النفس فرحانه هذا غرامي فخر لي ما يدنيني ايه افتخربه واقوم اليوم باعلانه امي حياتي وروحي يا نظر عيني موجة فؤادي شعاع القلب شريانه يا بعد حيي هذه بصمة شمرية يا بعد حيي وميتي والقريبيني تكفين يمه نبيت اليوم رضيانه يا قلعة العلم تهب الجامعة قلعة العلم الوالدة يا قلعة العلم منس العلم يهديني التم شملي وصار البر عنوانه وسلامتك صح الله لسانك جزل وقصينك جزل بيض الله وجهك الأم مدرسة وهي المدرسة.